ترقية وتطوير الصناعة الكهرومنزلية ومواصلة دعم الدولة ومرافقتها للمستثمرين سيحقق نسبة إدماج مقبولة وأرقام إنتاج تسجل علامات فارقة لتغطي الاكتفاء المحلي والتوجه نحو التصدير. نسب الإدماج في التصنيع تزيد في بعض الأجهزة عن 85%، وهذا يعني رقم مهم جدا، وكان رئيس الجمهورية تحدث عن نسب بين 60 إلى 70%. حرزنا رقم أعمال يتراوح ما بين يعني حتى 80 مليون دولار كرقم أعمال للتصدير، ونصب إلى أن نرفع من هذا الرقم ليصل حوالي 200 مليون دولار. أهم الدول التي نصدر إليها طبعا الدول الإفريقية، ليبيا، تونس، موريتانيا، عندنا السنغال، لبنان، الكونغو، وقد وقعنا يعني مؤخرا على اتفاقية للتصدير إلى ساحل العاج، كوت ديفوار، وكل إفريقيا الغربية. قوانين تنظم نشاط تصنيع المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية تسعى الجزائر إلى تحيينها بهدف تحديد نسبة الإدماج والتحفيزات الجبائية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، سيسر الانفراج في نشاط الصناعة الكهرومنزلية. في 2023 عندنا أهداف تعزيز تواجد الشركة في بعض الدول الإفريقية كالمالي، نيجر، سنغال، كاميرون، عندنا 8 دول إفريقية ككل. احنا اول تلفاز جزائري مصدر الى اوروبا، بيان سور لا جوجل تي في ديالنا ثاني تصدر لاوروبا. الاتقان والجودة واسم في الصناعة الجزائرية الكهرومنزلية التي تؤكد مكانتها في السوق العالمي.